لؤي كيالي فنان تشكيلي سوري من مواليد حلب، بدأ أولى خطواته بالرسم في عام 1945 ليعرض أولى لوحاته في مدرسة التجهيز بحلب عام 1952، وفي عام 1954 أنهى الدراسة الثانوية وبدأ بدراسة الحقوق في جامعة دمشق. اشترك في عام 1955 في معرض جامعي ليفوز فيه بالجائزة الثانية. ترك كلية الحقوق في نفس السنة وعاد إلى حلب ليتوظف كاتبا في المعتمدية العسكرية. عام 1956 أوفدته وزارة المعارف السورية إلى إيطاليا لدراسة الرسم في أكاديمية الفنون الجميلة في روما إثر فوزه بمسابقة أجرتها وزارة المعارف. في إيطاليا تفوق وتجلت موهبته أثناء دراسته، شارك في معارض ومسابقات شتى في إيطاليا، وحصل على الجائزة الأولى في مسابقة سيليا التابعة لمركز العلاقات الإيطالية العربية في روما، كما نال عدة جوائز كالميدالية الذهبية للأجانب في مسابقة رافينا عام 1959. أقام معرضه الشخصي الأول بنفس السنة في صالة لا فونتيلا في 30 تشرين الأول، مثل سوريا إلى جانب الفنان الكبير فاتح المدرس في معرض لا بيانالي في مدينة البندقية عام 1960، كما أقام في 17 تشرين الأول من هذا العام معرضه الثاني في صالة المعارض في روما. بعد تخرجه من أكاديمية الفنون الجميلة في روما قسم الزخرفة، بدأ عمله مدرسا للتربية الفنية في ثانويات دمشق، لكنه انتقل فيما بعد من التدريس في الثانويات الرسمية ليدرس التصوير والزخرفة في المعهد العالي للفنون الجميلة وكلية الفنون الجميلة بدمشق. لاحقا استقطب إليه الكثير من أنظار النقاد والوسط الفني في سوريا عندما أقام معرضه الثالث في صالة الفن الحديث العالمي في دمشق، والذي احتوى على 28 لوحة زيتية و30 رسمة. أما معرضه الرابع فأقامه في صالة الفن الحديث العالمي في دمشق من عام 1962، وفي عام 1964 أقام معرضه الخامس في صالة كاريولا في ميلانو تحت عنوان في سبيل القضية. أقام معرضه السابع في المركز الثقافي العربي بدمشق في عام 1967، قدم فيه 30 لوحة فنية بالفحم تنقلت في أنحاء سوريا بين حمص وحماه وحلب واللاذقية، لكن معرضه هذا خضع لهجمات من قبل فئة من مدعي الفن والنقد الفني في الصحافة، فاستاء ومزق في أعقاب المعرض أغلب لوحات المعرض، ومن ثم توقف عن الرسم. أصيب أثر ذلك باكتئاب شديد، انقطع عن التدريس والرسم معتكفا في بيته بحي العفيف في دمشق ليغادره إلى حلب عام 1968. بعد فترة تخلص من الاكتئاب وعاد إلى التدريس في كلية الفنون الجميلة بدمشق في العام الدراسي 1969-1970، لكنه ما لبث أن عاد ليعاني من الاكتئاب مجددا، خصوصا عندما توفي والده فخضع للعلاج ثانية. عاد بعدها لمزاولة الرسم في مسقط رأسه حلب بعد إحالته إلى التقاعد في عام 1971 لأسباب صحية. ظل يشارك في معارض نقابة الفنون الجميلة آنذاك، كما قدم لوحتين هدية إلى مجلس الشعب ولوحتين إلى الاتحاد العام النسائي. تمكن رغم المرض من إقامة معرضه الثامن في بيروت في العام 1972 في منزل الدكتور علاء الدين الدروبي، وفي عام 1974 معرضه التاسع في صالة الشعب للفنون الجميلة في دمشق. وفي هذه السنة أصدر الفنان ممدوح قشلان نقيب الفنون الجميلة في سوريا آنذاك كتابا بعنوان لؤي كيالي، وفي عام 1975 أقام معرضه العاشر في جاليري واحد في بيروت. في عام 1976 شاركت أعماله وأعمال الفنان فاتح المدرس في جناح سوريا في أسبوعي الثقافة العربية في مونتريال في كندا، كما أقام مع فاتح المدرس معرضا مشتركا في صالة العرض في المتحف الوطني بحلب، ومن ثم أقام معرضه الحادي عشر في صالة الشعب للفنون الجميلة بدمشق في نفس العام 1976، قدم فيه 45 لوحة. أما معرضه الثاني عشر فأقامه في صالة الشعب للفنون الجميلة برعاية وزارة الثقافة. سافر إلى إيطاليا في عام 1978، لكنه سرعان ما عاد إلى حلب ليعتزل الناس.
رسم لؤي كيالي اللوحات الزيتية بأشكالها، فأبدع في رسم الطبيعة الصامتة والمعاناة الإنسانية، كما حلق بفن البورتري والكروكي والرسم بالفحم، لكنه لشدة حساسيته لم يستطع تحمل هجمات الناقمين الشرسة التي لم تكن في حينها مبررة إلا بكونها حاقدة تدفعها الغيرة من فنان مقتدر. تملك ناصية الفن وقدم الكثير وأبدع في عالم الفن. وصف بالعديد من الصفات، إذ قال عنه بأنه فنان الحزن النبيل ورسام الألم الصامت ومبدع الجمال الحزين الهادئ. في ليلة 9 أو 10 من أيلول احترق وهو في سريره في ظل روايات تباينت بين حادث سببه لفافة تبغ أو انتحار. احترق لؤي كيالي في غرفته في مدينته حلب، فنقل إلى مستشفى جامعة حلب ثم إلى المستشفى العسكري بحرستة في دمشق، فأسلم الروح فيها يوم الثلاثاء 26 من كانون الأول عام 1978.